السلام عليكم متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج بيت المودة، حلقة خاصة لتوزيع جوائز المرحلة الثالثة. تابعتونا بالحلقات السابقة وكيف فريق بيت المودة انتقل إلى أكثر من محافظة، إلى أكثر من مدينة، ووصل جوائز الفائزين بالمرحلة الثالثة لبرنامج بيت المودة بعد أن فازوا بالقرعة. القرعة اللي اشتركوا بيها عدد كبير، ولكن اللي فازوا في المرحلة الثالثة تقريبا 60 شاب وشابة من 12 محافظة. ومثل ما تابعتونا بالحلقات اللي خاصة بالقرعة كانت بمشاركات لي على جانبين، الجانب الأول كان لمشاركات لأكاديميين وأساتذة ومختصين، عالجنا وياهم بعض المواضيع اللي إلها علاقة ببناء الأسرة وبناء الشخصية، من أكاديميين ومن أساتذة ومن دكاترة. وحقيقة نحن ككادر وبالإضافة إلى المتابعين وإلى المشتركين في البرنامج استفادوا الكثير حقيقة مما قدمه الأكاديميون والمختصون في تلك الحلقات. وأيضا شاركونا عدد كبير من الفنانين والرياضيين والأدباء والإعلاميين والشعراء والمهاوين ومن شخصيات المجتمع، هم اللي أشرفوا على القرعة وتواصلوا مع الفائزين واستطاعوا أنه يدخلون من خلال مشروع مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية بيت المودة السرور والفرحة على شبابنا وشاباتنا بتحقيق أمنيتهم في الزواج. ننتقل احنا وياكم إلى فاصل ونرجع ونتعرف منو اللي وصلت الجائزة للمرحلة الثالثة. ساهم مع مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام في تزويج شباب وفتيات العراق. للمشاركة أرسل 1 إلى 3386 آسيا زين كورك، أو اتصل على الأرقام التالية 0772 99 11 366 و 0782 99 11 366. من جديد مرحبا بكم أحبائي متابعينا في كل مكان، حياكم الله. وهذه الحلقة الخاصة بتوزيع جوائز المرحلة الثالثة بعد أن ذهب الكادر إلى بغداد وإلى بابل وكربلاء، ومن الجنوب الآن انتقل إلى الشمال وإلى محافظة كركوك، والفائز كان حيدر عسكر. قبل أن نتابع وياكم إيصال الجائزة خلي نرجع إلى أرشيف الحلقة ونستذكر لحظة ظهور اسم حيدر عسكر من كركوك بالقرعة وحضوره بالحفل الختامي للمرحلة الثالثة. 7 6 5 4 3 2 1 0 حيدر عسكر سليمان من كركوك صاحب الكود 268. حيدر عسكر من كركوك، كل التوفيق لك يا حيدر، ونتمنى لك كل السعادة، وإن شاء الله لوالديك كل التحية والتقدير. الفائز حيدر عسكر من كركوك.
مبارك يا حيدر عسكر لك ولعائلتك ولزوجتك وعائلتها، ومبارك لكل الفائزين، مبارك كذلك لكادر بيت المودة من المرحلة الأولى وإلى حد هذه اللحظة اللي جاي يشاركون أبنائنا وشبابنا بفرحتهم وتأسيس أسرهم. خلي نذهب ويا الكادر والحبيب مهدي حمزة ونشوفه كيف أوصل الجائزة إلى الشمال إلى كركوك. الفائز حيدر عسكر. Asker Süleyman Reşit, Haydar'ın babası, otu bu faizi şeyde bu mübadarada nişkür, biz şükür ederiz, memnun ederiz. Oğlu Seyyid Marcahtan, Ayetullah Sadık Hüseyin Şiraz'dan bu mübadaranı veripti bu gençlere ki daha arvada aslında özü daha zavaç bu sünnet-i Resul'du. Biz de yani bu gençlerden rica ederek geçsin de bu şeyde Mısbah-ı Hüdaya bu müesseseye müracaat etsinler, gitsinler. İyi bir mübadaradı özler için, yani bir iyi bir kıyım mübadaradı. Yani müsaadadı, bir iyi müsaadadı. Biz memnunuk Seyit'ten bu mübadaradan, bu müsaadeden. Biz de memnunuk sizden de gelip siz oradan bura bu uzun yoldan yorgun olursunuz. Allah hepsiyesin sizi, seyidi. Çok memnunum sizden gelmenizden. Adım Haydar Asker Süleyman. Ben tutmuşum müessesat Mısbah-ı Hüseyin Beyt-i Mevadde. Biz memnunum Seyyid Hüseyin, Seyyid Sadık Hüseyin Şiraz'dan da'me ediriz gençlere. Ve biz gençlerden talep ediriz. Bu mübadereyi karşısına adlarımın yazısına müessesat Mısbah-ı Hüseyin Beyt-i Mevadde'ye. Ve biz memnunum sizden gelmenizden bura. مبارك من جديد والف مبروك وبالتهاني وبالعافية عليك يا حيدر عسكر من كركوك. الحمد لله الجائزة وصلت إلى حيدر وشفنا كيف الفرحة وكيف اهتموا أهل كركوك. بالمناسبة أغلب المدن اللي وصلوها كادر بيت المودة كان الحضور مو فقط للعائلة الفائزة، شوف المنطقة كلها الجوارين كلهم يشاركون بهاي الفرحة، يعني وكأنه هنالك فقرة جديدة تضاف إلى مراسيم الزواج بالعراق. يعني معروفة عقد القران والحنة وليلة الزفة، لكن اليوم أكو فقرة جديدة أضيفت للفائزين وهي وصول هدية الفائز. خلينا ننتقل الآن إلى فائز آخر ويانا ببرنامج بيت المودة بالمرحلة الثالثة اللي فاز ويانا بالقرعة، كان من بغداد سجاد
حيدر، خلينا نرجع إلى أرشيف الحلقة ونشوف ظهور اسمه على الشاشة بالقرعة وحضوره هو وزوجته والعائلتين إلى الحفل الختامي، ومن قبلها كانت مشاركته هو وزوجته بالدورات التأهيلية. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. منو؟ سجاد حيدر خلف من بغداد. ألف مبروك يا سجاد، كل عام وانت بخير يا سجاد. أول شيء انت من بغداد ابن ولايتي، يا رب ألف ألف مبروك وبالرفاه والبنين مقدما، ومو ما تعزمنا بالعرس، تعزمنا بالعرس حتى نجي نقرأ لك شعر. الفائز سجاد حيدر خلف من بغداد يتفضل للتكريم. ألف مبروك يا حبيبنا يا سجاد، وإن شاء الله أفراح دائمة عليك وعلى كل أهلك. طبعا بالمناسبة الحفل الختامي كان في كربلاء، يعني اللي نذكرهم من كركوك ومن كربلاء ومن بغداد ومن ديالة، الكل اجتمعوا في كربلاء المقدسة من الشمال من الجنوب، كلهم اجتمعوا، وهذا دليل على عراقية هؤلاء الناس، إنه أبناء العراق يجمعهم العراق، يجمعهم محبة العراق على مختلف قومياتهم ومناطقهم ودياناتهم، ولكن يجتمعون تحت خيمة العراق. وهذا ما استطاعت أن تؤسس له مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية من خلال مشروعها بيت المودة، مشروع تزويد شباب العراق التي جمعت بها كل أبناء العراق تحت هذه المظلة. خلينا ننتقل ويكادر برنامج بيت المودة والفريق اللي رافقوه لإيصال الهدية للحبيب سجاد في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. من الفائز سجاد حيدر خلف من محافظة بغداد. أشكر طبعا المرجع الديني السيد صادق حسين الحسين الشيرازي، وبارك الله بكم على هاي الجهود المبذولة، وأشكر المؤسسة طبعا، وأشكر الكادر مال بيت المودة، وبارك الله بكم، ومبادرة كلش جميلة، وأشكركم جدا. بيت المودة من بغداد. بيت المودة من بغداد. بيت المودة من بغداد. بيت المودة ببغداد. ألف مبروك يا حيدر عسكر ويا سجاد حيدر من كركوك ومن بغداد، مبارك لكم دائما وإن شاء الله بالرفاء والبنين عليكم وعلى كل اللي فازوا ويانا في مشروع بيت المودة بمرحلته الثالثة. في الختام لا يسعني إلا أن أقدم كلمة شكر ومحبة وتقدير لإدارة فندق القمر السياحي في كربلاء على تعاونهم ورعايتهم لهذه الحلقات الخاصة بتوزيع جوائز المرحلة الثالثة. كذلك كل الشكر والتقدير إلى مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية التي تواصلت مع برنامج بيت المودة والمؤسسة طيلة المراحل الثلاثة وإلى هذه اللحظة. كذلك لكم منا متابعينا في كل مكان
مني في الإعداد والتقديم أحمد ماضي، ومن كادر البرنامج حيدر الفتلاوي على الخالدي المبدع دوما، أمير غفوري المحبة والمودة من بيت المودة. نستودعكم الله على أمل أن نلتقيكم قريبا. مصباح الحسين تمد اليدين تمد اليدين، مصباح الحسين تمد اليدين تمد اليدين، أفراح معدة من بيت المودة، أفراح معدة من بيت المودة. مصباح الحسين مصباح الحسين. تكفل الأحباب تزويج الشباب، تكفل الأحباب تزويج الشباب، بالحب تابعونا بالخير شاركونا، بالحب تابعونا بالخير شاركونا. مصباح الحسين مصباح الحسين.